يعني حلو الواحد إلى جانب دراسته أو شغله يعمل هالأعمال الإبداعية المميزة. رح ننتقل لكمان مجال وفن من الفنون الكتيرة والمتنوعة بمجال الصناعات اليدوية اللي صرنا عم نشوفها بأغلب المجالات ودائماً عم تتطور وعم يكون في إلى أفكار جديدة دائماً. اليوم رح نحكي عن فن لف الورق وتشكيله وحتى استخداماته مع ضيفتنا خبيرة الأعمال اليدوية آلاء زين الدين ونور صارت موجودة معه. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور. تفضلي يعني. شكرا كثير لك يا وردي، يسعد صباحك آلاء. أهلا وسهلا فيكي ضمن صباحنا لليوم. طبعا اليوم عم نحكي مثل ما قال ورد عدة فنون، ولكن اليوم أنت مختارة فن من هاي الفنون لحتى تخبرينا عنها كيف بنشتغلها، ولكن رح ناخذ منك شو هو فن الكويلينج. هلا فن الكويلينج هو من اسمه لف الورق، شرايط الورق بنلفها بطريقة معينة لحتى تعطينا الأشكال والزخارف اللي شايفينها قدامكم. طبعا رح نشوف شكل من الأشكال أو من فن الكويلينج اللي معنا اليوم، يلي هو من الشرائط الورق يلي منلفها ومنشكل فيها لوحة. رح نبلش نحكي أنا وياكي، هي اللوحة شو منأسس عليها قبل ما نلف الورق؟ هلأ الاسم أول شيء، برسم الاسم، برسم الأشكال كلياتها. بترسميها أو بتطبعيها؟ هلأ مثل هيك مثل فيكتور هدول الأشكال، لا رسم على أيدي، ولكن هيك اي طبعت طباعه لمشان الالوان، اسعار الالوان غلاتها مشان ما اعمل يعني اسعار لوحات هائله. أوكي. فبخفف بالطباعه، بنخفف بالطباعه وبنعتمد على الشرائط الورقيه. أيوة. طيب بالضبط. هلا اليوم في معي فكره هي كثير حلوه، مثلا هيك للصبايا. أيوة. الشباب يلي هيك مثلا هلا في زواج، في خطبه، ممكن يسجلوا هاي التواريخ. انا حبيتها، هاي الذكريات السعيده. اوكي. مثلا هلا مثلا اول لقاء كان سجلنا التاريخ وحطيناه، مثلا في ذكريات خاصه، ممكن الخطوبه، موعد الخطوبه وتاريخها، وبعدين ليله العمر هي عملتها يلي هي الزواج، وثمره الحب هي الاولاد، البيبي الصغير. عن جد كثير فكره حلوه وغريبه كمان، يعني هيك لوحه وهيك عليها مثلا تواريخ وذكريات حلوه كثير غريبه مميزه. هي اختراعك، افكارك؟ ايوه بالضبط. افكارك آلاء؟ هلا انا شفتها انه طباعه هي الاشكال، انه مطبوعه طبع والتواريخ، انا حبيت اضيف عليها فن الورق وعملت هيك هي الاشكال كلياتها. اوكي الله يقويك يعطيك العافيه كمان. هيك هلا هي الفن اذا انا حابه بلش فيه، هو سهل ولا صعب؟ هلا هو سهل ببدايته، يعني إذا ما عرفنا نحن الورق وسماكاته، إذا ما عرفنا شلون نرسم، نبلش نرسم الأسماء والأشكال، رح يكون صعب بالنسبة لنا. بس نحن بس بلشنا عرفنا شو نوع الورق وسماكات الورق الصحيحة، فخلاص صارت خلاص يعني نحن دغري. يعني قديش نعمل، قديش حلو نعمل هيك لوحات يعني للبيت نزين فيها بيوتنا، مو قادرين نتكلف أو نشتري اللوحات الغالية كتير، فنحن منشغل إيدينا بأشياء بسيطة ممكن نساويها. بالضبط. اليوم رح نشتغل شيء أنا وأنتي على الهواء، يعني إذا هيك حدا من الصبايا من الستات حاب يبلش بهيك مشروع أو بهيك مجال يشتغلوا بالبيت، شو الأدوات اللي لازم تكون موجودة وشو بيتطلب هذا الفن؟ هلأ أهم شيء الورق، يعني هو الورق بيجي هيك، في نوع للورق؟ أيوة، ما لازم ورق الطباعة ال 80 جرام، ممنوع الورق، يعني بيجي هيك هو بالأمتار أو A4. هلأ الورق المقصوص موجود بالدول المجاورة ولكن عنا لسه ما وصل. أوكي. نحن منقصه على إيدنا. أوكي. يعني أنا إذا بدي أتوجه على المكتبة شو نوع الورق اللي بدي أجيبه؟ لازم أجيبه من 150 جرام ل 210 أقصى حد، يعني بين يعني سماكة الورق. أوكي. يعني نحن بنروح بندور على سماكة الورق. بيكونوا هيك مقصوصين ولا بيكونوا أكبر مثلا مثل اللوحة الكبيرة؟ لا أكبر، أنا قصيت هيك مشان سهول إنه جيبان لهون. أوكي. ومن وفي كل الألوان؟ لأن الألوان شوي معنا متوفرة، هلا محدودة آخر فترة. آخر فترة بلش شوي تتوفر ولكن لسه محدودة. يعني هلا موجود معنا البني، الأسود، الاحمر، الازرق بايدي اللي انت عاملتيهم شرايط. لا لسه انا في الوان، ولكن حاليا هدول الالوان للشيء اللي نحن مجهزينه اللي جبتهم. تمام. هلا في نوع ورق ممنوع نستخدمه، هو هذا، هو سماكته 150 نظامي، ولكن اذا نحن جربنا نطوي انكسر معنا، هذا ممنوع نستخدمه. من عند بعض ثاني يعني. يعني هلا نوع الورق هون طويناه. تمام ليكو، ضل معنا نظامي ما احلى. ايه ولكن هي انكسرت. انكسرت هذا، يعني نحن حتى نجيب الورق بنقدر نعمل له نحن التجربة بس نطوي هيك، اعطانا شكل هذا الورق اللي ممكن يمشي معنا بهذا الفن. تمام. هو فن الكويلينج. اوكي. شو رح نعمل اليوم؟ لوحه هلا انا هيك شيء بسيط نعلم المشاهدين كيف نبلش. تمام. هلا انا رح اعمل حرف هلا بعد ما رسمته وقصيته وجهزته مشان ما ياخذ معنا وقت على الهواء. اوكي. بنلزقه
بالاو هون. يعني مواد هيك الالصاق هي سهله نوعا ما، يعني ما انا كثير هلا تقريبا مزعجه او بتاذي اذا كان في حوالينا اطفال. لا بس بدها دقه، والاطفال بتخرب هذا العمل. فلازم نحاول نبعد عن الطفل. اوكي تماما. طبعا احنا عاملين حرف الاي هلا، لزقنا بالاوهو وثبتنا على هي. هلا بدنا هذا الملقط اهم شيء حتى يعطينا سهوله بالشغل. اوكي هلا بنجيب هاي الشريطه، هي الشريطه قياسها 160 جرام يعني 150. طيب العرض يعني فيني عرض ما بتفرق؟ ما بتفرق حسب انت شو بدك، حسب انت لمستك لهذا الفن شو حابه انت تحطي. يعني انا فيني اضيق وفيني اعرض قد ما بدي. بالضبط انا مستخدم هذا هاي العرض، انا هذا كثير مرتاحه فيه واخذته انه للشغل دائما. اوكي كيف رح نبلش؟ هلا اول شيء بدي اسس الاطراف. يعني احنا عم نعمل ابعاد للحرف. ايوه بالضبط. هلا انا لقيت انا اخذ هذا الشغل منحى الاسماء منحى التواريخ هيك هاي، فمشان هيك عملت اسم. اوكي نحن شو حاطين على جنب؟ هلا هون غيره غيره. اي اوكي بس دقيقه خليني افرد انت بس نشف شوي هيك الغيره على الهواء. اوكي بدنا شوية دقة مشان ما نلوث اللوحة. اوكي بالغراء، لأن الغراء بس صار فيه شوية أثر ما بقى ينضف. اوكي هلا نحن عم الحرف اللي شكلناه عم نعمل له أبعاد، بس هيك شكلنا كم بعد صح؟ رح نفرجيه المشاهدين. اوكي هلا هيك طبعا معنا ملقط اساسي لحتى فعلا هذا ملقط لحتى التفاصيل نمسك. الصغيره نقدر نمسكها ونتحكم بالتفاصيل. اوكي هلا اذا مبين عم ناخذ البعد الثاني. عم يبين، ولكن هلا بس نشتغل هلا مبين انه نحن شكلنا هذا البعد، عم نعمل البعد الثاني هلا كمان الغراء. ما نحاول ما ناخذ كميات غراء كثير كمان مشان مثل ما حكيت ما تعمل على اللوحه اي اثار، بس كمان الغراء هيك كمان ظريف للورق. ايوه بالضبط، هو هذا الغراء هو غراء الورق او غراء الخشب المستخدم. هلا نحن رتبنا بس عم حاول ثبت لان كمان بياخذ وقت شوي لتثبت الحرف. اوكي تمام. بعدين بنكمل الداير كلياته. أوكي. كل اطراف الحرف بنكملها. طيب هلا شو لازم نعمل؟ نجي للف، لف الورق. طبعا طبعا بس نفرجيكم انه احنا بس شكلنا بعدين نوعا ما لحتى بس نرتب عليه. اوكي هلا بنجي لاداه لف الورق اللي هي ما بعرف اذا رح تبين على الكاميرا. اوكي هي بتجي فيها شرخ بالنص عشان نقدر نمسك الورقه حتى اذا عليها. إيه بالضبط. في مقاسات معينة على أي حال هاي الإبرة المتوفرة بالمكاتب ما في غيرها ومو دائما بتتواجد. هلا أنا رح أجيب أنا جبت لحتى أفرجيكم البديل عشان نعمل البديل، ولكن هي حاليا هي المتوفرة بالمكاتب. أوكي بنحط طرفها هيك بنثبت طرفها بنثبت وبنبلش وبنلف عليها. أوكي شو خطر لك تشتغلي بهذا الفن؟ هلا هو حلو بس شوي هيك يعني متعب وبياخذ وقت يعني وقت. احيانا هيك شوي بنمل شوي. فرجينا اياها على الكاميرا بعد ما لفيناها كيف صارت. هيك صارت شكل دائره ما بعرف اذا مبين. ايوه بالضبط. طبعا نحن بنضيق بنرص على كيف ما بدنا. ايوه هلا اذا نحن بدنا قياس معين للدائره بنستخدم هاي مسطره الدوائر كمان موجوده. بنحط الدائره شكل الدائره اللي بدنا اياه بعد ما نلف مثلا هون بيعطينا الشكل ما بيخليها توسع اكثر من الشكل اللي بدنا اياه. اوكي تماما لحتى نعطي مثلا انه خلاص شكل واحد لكل الاوراق. طيب كيف نلزق هلا؟ بالملقط هلا مثل ما حكيت انا مشان نتحكم يعني فيها لشرايط الورق بنحط غراء. كمان بنحاول ناخذ كميه كبيره مشان ما هذا الغراء بس ينشف بيعمل طبقه لامعه على الورق. فنحن بنحاول قد ما فينا هي الطبقه اذا هيك مثلا يعني سهوا ظهرت ما فينا هيك نلون عليها بالاصفر او شيء بالمائي او هيك. لا صعب نخبي الشفوفيه اللي نشفت عليها. انا بخبي هيك بالقلوب اللي بحطها باللوحه يعني اذا احيانا صارت اذا هيك صار في بالقلوب بس هي خلص بس صارت انا حبيت هي جلغمت اللوحه.
هي هاي نحن استخدمنا قص الورق ولف الورق مع بعض. هي بتكون من قصة دويرة دائرة ومنبلش بقى منلف. طيب هلا بدنا نحكي عن بديل أداة لف الورق. نقدر نحن منجيب عود شيش الطاووق من قصة بالنص حتى يصير عنا هذا الشيخ نفس إبرة لف الورق ومنلف. إذا بدنا إذا ما حابين نتكلف يعني بعواج الشيش الطاووق. طيب لسه ما قدرنا نحن نأمن هيك. بنقدر نحن نفرجي المشاهدين طبعا آلاء شو جهزت لنا لليوم، يعني هيك شيء حلو ومميز منا. طبعتيها وبعدين حطيتي عليها الورق، شكلتي الورق. ايوه بالضبط. اوكي لا طباعه لا، هو كله رسم، هذا كله رسم. رسم ايه كله رسم. هلا بما انه مثل ما قلت ما فيه الوان كثير، ما فيه هاي التفاصيل الصغيره بالالوان اللي بتاكل الوان، لا كله رسم بيكون. طيب خلينا نبلش نعمل وحده ثانيه كمان نرجع. هلا انا رح اعمل هاي اللف. نعم. اذا مثلا ما قدرنا نأمن لا العود ولا الابره، نقدر ببساطة بأصابيعنا نلف لف. أوكي يعني إحنا عم نحاول نعطيكم خيارات لكل شيء ما له يعني موجود بإيدينا. هلا بداية بلش هذا اللف ظهر مع ظهور الورق، بلش من الكنيسة كانت راهبات الكنائس تزين فيه الرسائل بأشكال بدائية كانوا يلفوا بإيديهم، فهي بداية هذا اللف ما بلش بالأدوات وما بلش بالإبر. اوكي إيه. يعني نحن هلا لضيق الوقت بس بعد ما تخلصي لفتها بس نفرجيها للمشاهدين. طيب دقيقه سامعني. اوكي هلا هي بتاكل وقت شوي بلفات الايد تاكل بس يعني انت ما شاء الله آلاء يعني انه في عنا شيء نلف عليه بنلف عليه، ما في شيء نلف عليه موجودين ايدينا بالابره تماما، او ممكن بعواد مثل ما قلتي حتى عواد تنكيش الاسنان. ايوه وكمان بنقدر نحن ما خلصت لسه، خلينا نفرجينهم اياها كمان لفت معنا كانه نحن لافيننا على شيء كمان ما بعرف اذا مبينه ظهرت. اوكي ايوه بالضبط. يسلم ايديك يا آلاء، شكرا كثير لك، نورتي صباحنا. الله يقويك، اهلا وسهلا فيك.